أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله ده يكون شيء ده هكما شيء يا ساك زاغ يوم ده وتشي كرا كما يدى masu birthday sai su ce plus one, to mu ma yau plus one, shekara ta sake zagayowa. Wanda ya aikata alheri, to muna fata Allah ya sadar da mu alheri. Wanda ya aikata sharri fa alaihi, akan sai aikata. Abin da yake kyau ga musulmi idan shekara ta kare, yayi makan sa hisabi, ya tsaya ya kalla shekara da ta wuce me na aikata wanda ba mai kyau ba, sai kokari ya gyara. Kowannen mu gyara ne zai taimake shi, domin mu masu laifi ne. Amma in muna gyarawa muna roƙon Allah gafara, to za mu cimma nasara. Allah ya sada mu da ita. Huduban mu ita ce falala na watan Muharram da kuma muhimmancin shiga al'ummar musulmi. To Allah ya sada mu da falalar da ke ciki. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، قد جعل الله سبحانه وتعالى لنا مواسم للخيرات يزداد فيها المؤمن إيمانا ويتوب فيها العاصي إلى الله. فاستعيدوا من اجتنم هذه المواسم المباركة فيملؤها بالطاعة والإحسان، والشقي من حرم نفسه خيرها. ومن هذه المواسم المباركة شهر الله المحرم الذي يزلنا في هذه الأيام. فشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد فصلت السنة هذه الأشهر الحرم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحج؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد يعني مكة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأرادكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.
ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعد من سمعه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. عباد الله، ومن فضل الله تعالى على عباده أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة ليفتتح المرء عامه بعبادة ويختتمه بعبادة. قال ابن رجب رحمه الله: من صام ذي الحجة وصام من المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. ومما اختص به شهر المحرم يوم عاشوراء، فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، رواه البخاري. وفي رواية قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمره بصيامه، متفق عليه. وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم يعني عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم، فهذا الدين القيم، قال الله تعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تركنوا إلى المعاصي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في كلهن. ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وأعظم حرماتهن وجعل الدين فيها أعظم والعمل الصالح والأجر الأعظم. وقال قتادة رحمه الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. وقال محمد بن إسحاق: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حراما حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك. تو يوم ومسلمي بايان غوديا غا الله ديبو واندي داتي دشي هدو باتنا تيوا الله ياسن يامنا موسم نا الخيري ان انتي موسم وصوتي ولي واند اكي تاروا وصوتي حبلا واتو اشيري ونبكي ko abin da ya kamata shi. To zagayowar shekara dai tana cikin musim, mawasim jan musim, wanda mumini zai ƙara imani mai laihi ya tuba zuwa ga Allah, wanda Allah ya yi ma arziki shi ne zai amfana da wannan kwanaki masu albarka, sai ya cika su da ayyukan da'a da kuma kyautatawa. Taɓaɓɓe shi ne wanda ya haramta ma kansa alkhairin wa'innan kwanaki. Allah ka tsare mu daga cikin wannan kwanaki masu albarka. Daga cikin musim masu albarka akwai shahrullahi almuharram, watan Allah wanda yake muharram.
الذي يزلنا في هذه الأيام وندم كتكينش أتكن ونم قانكين فشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم ديدا كتكين وتنين ما سو الفرما وندى الله يحرم تأيكة ليه أتكنسو التي حرم قال الله عز وجل عنها في كتابه العزيز قال الله أبين ديتش أتكن ونم قانكين إن عدة الشهور عند الله 12 kwanakin watanni a wurin Allah watanni 12 ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah lahul mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal ard ranar da Allah ya halicci sammai bakwai da kuma ƙasa tun wannan lokaci Allah ya halitta mu wannan duniya kwanakin watanninta minha arba'atun hurum daga cikin su akwai kuma guda hudu wanda yake hurum Allah ya haramta laifuka cikin su wani abin sha'awa ga musulmi da daman su basu damu da wayannan watannin ba amma alhamdulillah tunda malamai na fadakarwa yanzu muna fata Allah ya sa mu ba wayannan matanni muhimmanci Allah yace zalika ad-dinul qayyim shine addini tsayayye tabbatacce mai kakke sai Allah yace to fala tazlimu fihin anfusakum kakku zalunci kawunanku a cikin wayannan watanni guda hudu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mana da wayannan kwanaki ko wayannan watanni guda hudu daga Abubakar Allah ya dade shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zamani ya zagayo kamar siffashi ranar da Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasa shekara tana da watanni 12 daga cikin watannin nan guda uku watanni guda hudu Allah ya sanya su hurum Allah ya haramta munanan ayyuka cikin su guda uku a jere sune watan Zulqa'ida da watan Zulhajji da watan Muharram sannan sai Rajab wanda yake tsakanin Jumada wa Sha'ban sun makala sai manzo Allah ya ce wani yini muke yau sai muka yi shiru inji sahabbai shi ma sai yayi shiru har muka yi zaton cewa zai ambaci yinin wanda ba mu san shi ba wato sabon suna sai ce alaysa yawmin nahar ba ranar sallah bace yau muka ce haka ne sannan sai manzon Allah ya ce to wani wata muke ciki sai muka yi shiru har muka yi zaton zai kira shi da wani suna wanda ba mu san shi ba sai ya ce ba watan Zulhajji bane muka ce haka ne sannan sai manzon Allah ya ce to wani gari muke wannan sai muka yi shiru sai yace ba maka bace muka ce haka ne to ga ummanin da manzo Allah ya ce inna dima'akum lalle jinainanku wa amwalakum da dukiyoyinku mai ruwaya ya ce wa hasibuhu qala ina zatan ya ce wa aradakum da kuma mutuncinku alaikum haramun haram ne akan ku ka gani kakka yadda ka zubar da jinin wani bawan Allah a wannan wata kun ga yan boko haram da masu kikinafin mutane ku yi gaggawar tuba kakku haɗu da Allah dan na rantse da Allah duk wanda ya haɗu da Allah yana kasharan wani yana cin mutuncin wani yana karɓar dukiyar wani dan duk wannan suna yi saboda manzo Allah ya ce rayu jininku da dukiyoyinku da mutuncinku duka haram ne akan ku saboda haka wanda ya san yana taba dukiyar mutum ta haram ya daina a wannan wata wanda ya san ya kashar yana kashe rayukan mutane ya daina saboda haka boko haram da masu kikinafin mutane in dai kuna so ku hadu da Allah ya yafe muku ko ku daina ku tuba zuwa ga Allah shine alheri gare ku manzon Allah yace kuma kada ku zamanto batattu bayana a wata ruwayar kada ku zama kafirai bayana shine sashen ku ya rika dukan wayan sashi ka dauka makami ka doshi dan uwanka musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da wasa musulmi ya nuna dan ya numa dan uwansa musulmi makami Allah ya tsine masa albarka
kuma manzon Allah yace kakka nuna ma dan uwanka makami da wasa shedan yana iya kwace ma ya caka ma wani an yi haka da wani yaro tela ne wata yarinya ta kawo masa dinki da ta kawo mishi dinki sai ya dauki almakashi idan yana wasa da shi tana cewa ka bari fa yana dariya yana ganin ba abin da zai faru ai ko sai shedan ya fisge sai ya je yarinya nan ya tafi ta a cinya sanadiya haka wannan yarinya ta mutu saboda haka kakkaye ma mutum wasa da makami ka ce wasa ne haramun ne Allah ya tsine ma wanda ya haka saboda haka mu ji tsoron Allah watan muharram da watan zulqa'ida da watan zulhajji duk Allah ya haramta laifuka cikin su amma dukka ko ina haram ne amma kaga wannan wata kada ka samu Allah ya same ka ka aikata ka zalunci mutum wallahi biki yayi rayuwarmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai tambaye ku gobe kiyama za ku hadu da ubangijinku ko ba zai tambaye ku ga abin da kuka aikata fa yasalukum an a'malikum sai ya tambaye ku game da ayyukan da kuka aikata duk abin da ka aikata gobe Allah sai ya tambaye ka yanzu in Allah ya tambaye ka me zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana jin tsoron tambaya Allah gobe kiyama wata rana manzon Allah in banda manzon Allah ba wanda aka nuna ma ajalin sa ya kusa sai shi ya tara sahabbai yace duk wanda ya san na zalunce shi yau ya zo ya nemi haƙin shi a wurina domin ina fata in hadu da Allah gobe ba tare da wani ya nemi haƙin shi a kaina ba wani sahabi yace ya manzon Allah ka je gyara sahu da sanda kun sai da soja za a je fara ti yadda sojoji ke layi to sahabbai ma haka manzo Allah ke abin nan cewa su yi sahu bayan sun yi sahu irin wajen gyara sahu irin gyara sahu sai ya doki wani sahabi daga a cikin sa yace waja'atni ya rasulullah ka ji min ciwo ya manzo Allah sai manzo Allah sai yace sai manzo Allah yace to sai mika mai sanda sai yace in gwara ma sai wannan sai ya rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya yafi to in manzon Allah yana jin tsoron tambayar da za a yi masa gobe kiyama kaifa nifa sauran fa wallahi jama'a mu tsoro Allah wallahi mu kokarin gyara kuskure in an nuna mana kurakuran mu gyara su wanda ya nuna maka kuskuren ka ya taimake ka daga nan har lahira wallahi akwai laihin mutumin da yace ga hanya aljanna ka shiga wannan hanya ba ta da kyau to duk wanda yace maka wani abin da kake kuskure ne taimakon kai mu yi kokari mu gyara kada mu hadu da Allah gobe wallahi tambaya Allah ba ta da sauki ko a police station yan sanda suka ce suna yi maka tambaya wanda ya san tambayar su ai san irin tambayar su to Allah shi gafarta mana Allah ka nuna mana alkhairi mu rika aikata shi ka kare mu daga aikata sharri ka tsare mu na rayuwar mu ka kare mutuncin mu ya Allah Allah muna roƙon ka waɗanda suka nefe mu da sharri da kasan mu Allah ka kare mu daga sharrin su يا الله كتمكيم كروها من أسير دين اللاهرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم أيها المؤمنون